تعبان بقى حاله يصعب عالكافر، ومازو منع التعامل معاه نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله. وقف عندك. هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شو مسوي؟ هلا والله. والله الاقي شقة فاضية للإيجار ولا شنو؟ ما أروعك. هلا هلا. الأماكن. شلون؟ مشكلني. هلا هلا. وبعد هلك يا سعدون. ما ينفعش تطلع مصوفي منعني إنك تدخل. سعدون؟ أنت عرفتني إزاي كده؟ أنت فكرك يعني لما تلبس الطقم اللبناني دي أنا مش هعرفك؟ الطقم اللبناني؟ عصفور يا حيوان، ده مأجرهولي على إنه الطقم سوري. يلا بعد إذنك عشان ده وقت التام. ربنا يوفق التام، بس خلينا ابعد عشان التام ما يجيش في وشك. هكلمه بس. ابعد. دخل إزاي ده؟ أنت بتتهرب مني يا مازو؟ بتتهرب من سعدون صاحب عمرك اللي ياما كسبك يا مازو؟ وكمان حطت صورتي مع الكلاب. يا اخي حرام عليك يا اخي. طب حط لي صوره احدث منها شويه. هو انا مش بعت لك رساله ان انا قطعت معاك؟ ادي ايه يا صاحب، تاخدني عظمه وترميني عظمه برضو؟ انا يا واطي، ده انا قعدت 6 شهور في المستشفى بتعالج من اللعبة، ما فكرتش تزورني يوم، وطبعا جاي النهارده عشان تستلف. لا انا كنت جاي اسرق، بس غريب مسكني. اصل انا تهاني خلفت زقلومه صغيره ومش قادره اوكلها. ايه ده، انت خلفت يا سعدون؟ تهاني هي اللي خلفت. تهاني يعني خلفت لوحدها؟ لا انا كنت مشارك، بس هي اللي لعبت الدور الرئيسي يعني، والزقلومه الصغيره سميناها سعدونه. سميتوها ايه؟ سعدونه. الله، سعدونه. الف مبروك سعدونه. اما انا سمعت الاسم هو. لا مش قصدي سعدون يعني هلب قص يعني سعدونه. سعدونه باي حاجه دي البنت هتروح مني. ده البامبرز دلوقتي باغلى من البنطلونات. ده انا سبت لها بنطلونات وبقيت اشتري بامبرز عشان بس. بقول لك يا مازو، مفيش اي لعب كده زي بتاع زمان. مفيش لعب، ولو في لعبه يا سعدون انا مش هلعب، وابعد عني عشان متلصم. ما تشوف لي معاك اي قرشين كده. انا اشوف لك قرشين؟ لا انا هسيب غريب يرد عليك بقى. اللي انت ما تعرفوش ان مازو بيبغى ياخد مصروفه مني. امشي يا سعدون، امشي يا سعدون، وربي سعدونة بنتك بعيد عن اللعب والقرف ده. ولو احتجت حاجه بقول لي. احتجته لسه قايل لك؟ لا لا، دي جمله بنقفل بيها في العموم. روح يا سعدون، ادي له اي حاجه، واللي انت بتعمله ده بيتعمل الصبح مش بالليل يا حبيبي. اي حاجه يا عم غريب، انا علقفوا شعرك في الارض.